واحد برضو من الديفينيشنز اتكلمنا عليها في الجزء بتاع الكونتينوس تايم سيجنالز، اللي هي الكوزاليتي بتاع الديسكريت تايم سيستمز. كوزاليتي معناها ايه؟ معناها هل الاوتبوت بتاعي ده طالع بسبب الانبوت ولا مش بسبب الانبوت، ولا ما اقدرش اربط الاثنين ببعض. دي الحاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في الجزء بتاع الديسكريت الكونتينوس تايم سيستمز. كنا بنقول ان احنا عندنا لو الاوتبوت بتاعي طلع قبل الانبوت يبقى مش ممكن يكون كوز. يعني لو انا دلوقتي قبل ما ادوس على الزرار بتاع الكيبورد لقيت في حرف طلع على الشاشه، هل الدوسه بتاعت الكيبورد اللي جت بعديها دي هتبقى مسببه الحرف اللي جه قبليها؟ طبعا مش منطقي الكلام ده. الكلام ده كوزاليتي يعني في الحاله دي ما هياش منطقيه، فما يستحسنش ان احنا يعني نربط دي بدي. اوكي، فبيسكلي التو كونديشنز بتوعنا في الديسكريت تايم، بنقول على الديسكريت تايم سيستم بتاعنا ان هو كوزال اف whenever the input x of n بيساوي 0 and there are no initial conditions the output y of n بيساوي 0. يعني طول ما الانبوت بتاعي بيساوي 0 ما اتغيرش، اوكي، وما فيش اي initial conditions موجوده خالص، يعني initial conditions بتساوي 0 لازم الاوتبوت بيساوي 0. لو انا كنت بتكلم على الموضوع بتاع الكيبورد ده معناه ان انا دلوقتي x of 0 دلوقتي بتساوي 0، اوكي، وعند الوقت دوت اللي هو ما حصلش فيه اي حاجه خالص في الانبوت الاوتبوت بتاعي طلع نون زيرو. اوكي، يبقى معنى كده الاوتبوت ده اكيد مش طالع من الانبوت ده، ملوش علاقه بالانبوت ده بزيروز، ويعني زيرو مش ممكن يطلع حاجه في الاوتبوت. طيب الكونديشن الثاني the output y of n does not depend on future inputs. يعني لو انا لقيت ان الاكسبريشن بتاعي في y of n function في n plus 1، يعني ايه function في n plus 1؟ يعني function دلوقتي يعني الاوتبوت دلوقتي طالع عند n بتساوي 0 معتمد على x of 1، يعني معنى كده futuristic input، ودي حاجه مش منطقيه ان انا تاني اطلع output بناء على او على 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 input مستقبلي، ده ما هواش causal. اوكي، والاثنين دول الحقيقه نقدر نحققهم لو عندنا، لو احنا بصينا على الامبلس ريسبونس بتاعنا، لو الامبلس ريسبونس بتاعنا بيساوي زيرو لما ان اقل من زيرو انا بتاكد ان هو ده كوزر. اوكي، فبيسكلي يعني لو انا السيجنال بتاعتي كوزل، السيجنال بتاعتي بقول عليها كوزل، ممكن اقول على السيجنال نفسها كوزل. اوكي، لو اكس اوف ان بيساوي زيرو لما ان اقل من زيرو. اوكي، يعني لما اتكلم على سيستم بقول على الامبلس ريسبونس ان هو زيرو لما ان اقل من زيرو، لما اتكلم على سيجنال يبقى معنى كده اكس اوف ان بتساوي زيرو لما ان اقل من زيرو. اوكي، ففي كل الاحوال لما يكون عندي كوزال لينير تايم انفاريانت ديسكريت تايم سيستم وذ ا كوزال انبوت اكس اوف ان، الاوتبوت واي اوف ان بيبقى جيفن بالشكل ده كده. اوكي، ابقى واخد بالي ان انا دلوقتي بحسب من كي بتساوي زيرو مش من كي بتساوي ماينس انفينيتي، لان انا عارف ان السيجنال بتاعتي اكس اوف ان دي اصلا قبل الزيرو ما كانتش موجوده، فهنا لو حطيت كي ماينس انفينيتي اكس اوف ماينس انفينيتي اكيد بتساوي زيرو، اكس لغايه ناقص واحد كلها بتساوي صفار، ففعليا يبقى انا كده بجمع ترمات ما لهاش اي قيمه خالص. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا عشان نقدر بانها ايه نسمبليفاي الاكسبريشن بتاع الكونفولوجن انتجرال بتاعنا، نبتدي من عند زيرو بدل ما نبتدي من ناقص انفينيتي. مثال على كده برضو، لو خدت y of n بتساوي x squared of n، اوكي، هل ده كوزل ولا مش كوزل؟ اوكي، نتكلم على الكوزاليتي الاول وبعد كده نتكلم على بقيه الحاجات الثانيه. هنا دلوقتي x at n y y at n اللي هو الاوتبوت at n معتمد على الانبوت at n، ده اوكي ما فيهوش مشكله طالما انا معتمد على inputs والانبوتس دي يا اما دلوقتي يا اما سابقه يبقى ما فيش مشكله الكوزاليتي موجوده. اوكي، انما لو كان فرضا هنا n بدل ما كانت n هنا كانت n plus 1 يبقى ده على طول مش كوزل. طيب بالنسبه للينياريتي، هل ده لينير ولا مش لينير؟ اول حاجه طالما الاقي عندي y function في x و x دي non linear function يبقى معنى كده انها non linear على طول، من غير ما ادور ومن غير ما اعمل ومن غير ما اثبت ومن غير ما اعمل اي حاجه خالص. لو عندي مثلا هنا دي بدل x كان عندي كوزين x، كوزين x برضه هي non linear function، ما ينفعش ان انا اقول عليها انها تبقى linear. اوكي، لو عندي دي log x نفس الكلام. اوكي، فدي طبعا بالتاكيد non linear. هل هي time varying ولا time invariant؟ لو حطيت هنا n، حطيت هنا في الاكس هنا n minus tau او n minus n نوت، اوكي، مش دي هتطلع لي بالظبط هي عباره عن y of n minus n نوت؟ يبقى معنى كده once ان هي كده، once ان هي فعلا بتساويها، يبقى معنى كده ان دي time invariant. على فكره مفيش اي حاجه تتعارض بان السيستم بتاعي يكون linear وtime invariant، او non linear وtime invariant، او linear وtime varying،
او نون لينير وتايم فاري، يعني كل واحده فيهم اندبندنت، اللينياريتي والتايم انفاريانس والكوزاليتي كل واحده فيهم اندبندنت، ممكن تكون اي حاجه وما لهاش علاقه بالباقيين. ما ينفعش اقول انها عشان لينير يبقى لازم تكون تايم انفاريانت، لا مش لازم. اوكي، فناخد بالنا من الحته دي. لو خدنا نفس السيستم اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو الموفينج افريج بتاعنا، بس عملنا له شيفت شويه. اوكي، كان عندنا قبل كده ان وان ماينس 1 وان ماينس 2، لا انا عملت له شيفت دلوقتي بحيث ان هو بقى سنترد عند الزيرو، بقى عنده قيمه عند ان بتساوي ناقص 1 وان بتساوي 0 وان بتساوي 1. لو انا بصيت عليه كده، اول حاجه طبعا ده هيطلع لينير وهيطلع تايم انفاريانت وكل حاجه، بس هنا طبعا هيبقى عندي مشكله ان انا دلوقتي الانبوت بتاعي او الاوتبوت بتاعي ات ان بتساوي 0 بتعتمد على فيوتشرستيك انبوت اللي هو اكس ات 1. اوكي، which is برضو بيضيع الكونديشن بتاع الكوزاليتي، بقى هنا الكوزاليتي مش متحققه. لو انا كنت خليت دي ان وان ماينس 1 وان ماينس 2 ما كانش هيبقى في عندي مشكله ان انا اقول على الفانكشن دي انها او على السيستم ده بمعنى صح ان هو كوزال، انما بالشكل ده كده طالما في ان بلس 1 يبقى ده مش كوزال على طول.